متابعينا الاعزاء حنون الكريم، ما زالت الانطلاقات متواصله والفعاليات مستمره على ارضيه ميدان التحدي مع منافسات الكبار وتحديات الكبار والاسماء الكبيره الحاضره والمثيره المنطلقه على ارضيه ميدان التحدي وشعارات الشيوخ والسعاده في الأشواط المفتوحة ومسيرة 8 كيلومترات ما تروي لنا تحديات هذه الأسماء المنطلقة والباحثة عن كلمة الناموس وعن اختطاف نقطة ثمينة في هذا السباق المحلي 6 من المرحلة الثانية وفي ختام أيام اليوم الثالث. لنبدأ معكم وبحضراتكم لنتابع معكم انطلاقة البداية وانطلاقة الأسماء وأول المراكز. بيان على المركز الأول شعار عديل من فاز قبل لحظات وتوج بانطلاقته. هذه هي بيان تحمل نفس الشعار، شعار هجر الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية من يتابع انطلاقة البداية. المركز الثاني التواجد من الواعية، الواعية على ثاني المراكز، تعود الملكية لهجر الشحانية. المتابعة مع الذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا أيضا الأسماء المميزة في أشواطنا الأولى الثلاثة في هذه الفترة الصباحية المسائية. قدم لنا العيدية خاطفة الشوط الأول الرئيسي للحيل وقدم لنا الفايز خاطف شوطنا الأول للسمول، وكذلك عزز الموقف بناموس مميز مع شوطنا الثالث ومع فوز فوتشة من علقت عليها في شوطنا الثالث ليقدم لنا انطلاقة الواعية بتحديات المركز الثاني. المركز الثالث التقدم من ارتياد، يا مرحبا بارتياد، يا مرحبا بنت الفايز، يا مرحبا بالبطلة القادمة والمتواجدة على المركز الثالث الحاضرة بانطلاقاتها باندفاعاتها. صاحبة الشوط تحضر، بطلة حاضرة في كادر الحالة ترقص كما تتابعون عشاق الأصالة وتناظرون عبر شاشة غناة الريان الفضائية. مخرج هذا السباق يضع الأنظار والأضواء مع تحركات ارتياد الحاضرة بانطلاقة ثالث الأسماء. المركز الرابع نتابع معكم انطلاقة وتقدم بروة لهجن الشقب سالم بن جابر بن جبرام من يتابعها بالتنمير. المركز الخامس نتابع معكم بوابة تعود الملكية لهجر الشحانية، التضمير مع محمد بن خالد العطية من يتابعها بعملية التضمير. يقول لي بالخزينة ما عرفت على انطلاقة ارتياد، هذه ارتياد البطلة والمعروفة لا تعرف. تعود الملكية لهجر الشحانية والتضمير مع سالم بن جابر بن فاران يتابعها الذهبي بعملية التضمير. هذه الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة والمتنافسة في مسيرة هذا الشوط. لنعود بحضراتكم إلى البداية، إلى المقدمة، إلى بيان، بيان من تصدر البيان الأول بأنها على المركز الأول تحمل لنا شعار هجر الشحانية. يتابعها المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا هذا العطاء الكبير وهذا الأداء المميز مع اندفاعة وتقدم المركز الأول. المركز الثاني الحضور والتواجد من قبل ثاني الأسماء، التقدم شعار هجر الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم لنا الواعية بتحديات المركز الثاني. لكن البداية ما زالت مع بيان من انفردت بالأداء الملحوظ على أرضية هذا الميدان تسيطر تمام السيطرة بانطلاقتها مع البداية. المركز الثالث شوفوا المسافة، شوفوا هذه السرعة من هذه الانطلاقات والتحديات. هذه المسافة نتابعها على الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان ما بين المركز الثالث والمركزين اللي بعدت نوعا ما عن بقية الأسماء. المركز الثالث التقدم من بروة وهجن الشقب الحاضرة بتحدياتها بانطلاقتها بمتابعة سالم بن جابر بن جبران من يقدمها البطل بعملية التضمير. المركز الرابع التقدم
تقدم من ارتياد ارتياد على المركز الرابع. تتابع اوضاعي ومجرياتي هذا الشوط، تتابع تحركاته بانطلاقتها بكبليائها بادائها المثير. على المركز الرابع تعود الملكيه لهجر الشحانيه والتضمير مع سالم بن فاران المري. المركز الخامس حامله الرقم 5 وصلت حفظنا الكريم وتقدمت بوابه مع افتتاحيه بوابه 4 كيلومترات المتبقيه عن الناموس. تبدا بوابه بافتتاحيه البوابات نحو اختطاف ناموس هذا الشوط ونحو تقدمها، حامله لنا شعار هجر الشحانيه بمتابعه محمد بن خالد العطيه، من يقدم لنا هناك بيان ويقدم لنا مع ختام النداء انطلاقه وتواجد بوابه. هذا هو النداء الثاني للاسماء الخمسه الاولى المتقدمه والمتواجده في هذه المسيره. وخلف الخمس نتابع معكم اسماء حاضره واتيه لا محاله في مسيره هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته. تابعوا معنا هذا السير الجارف من الحين والحين القادمه بتحدياتها القادمه باندفاعاتها. لكن لنا عوده نحو البدايه، لنا عوده نحو الاسماء المذاعه، نحو الاسماء الخمسه الاولى. يلا يا بن خزينه بالنداء التدريجي من المركز الخامس حتى المركز الاول. خامس ان تتواجد ارتياد ارتياد تعود الملكيه لهجر الشحانيه بمتابعه سالم بن فاران المري من اتابعها بعملية التضمير. تسللت بدورها نحو المركز الرابع بانطلاقتها لتأتي على المركز الخامس لترافق ارتياد صوقة. تعود الملكية لهجر الشحانية بمتابعة جابر بسالم بن فاران مع المركز الخامس صوقة. ارتياد مع المركز الرابع. المركز الثالث التقدم مشاهدين الكرام من قبل بروة. تعود الملكية لهجر الشقب التضمير مع سالم بن جابر بن جبران من يقدمها لنا البطل بعملية التضمير. المركز الثاني التقدم من بوابة. تعود الملكية لهجر الشحانية والتضمير مع محمد بن خالد العطية. والمركز الأول هناك تتواجد بيان، بيان على المقدمة، بيان على البداية. وتابعوا هذا البيان المهم الرسمي بأن ارتياد بدأت تتحرك في هذه اللحظات، بدأت تزيد من سرعتها لتلتحق بارتياد، ايضا تتحرك ارتياد لتلحق ببيان بانطلاقتها. تود ان تكون هي البطله، هي المتوجه، هي العروس الحاضره بانطلاقتها مع المركز الثاني. تعود ملكيه ارتياد لهجر الشحانيه بمتابعه الذهبي، وملكيه بيان لهجر الشحانيه بمتابعه المشاقب بعمليه التضمير. هذه الاسماء الحاضره، هذه الاسماء المتواجده الخمسه الأولى المذاعة بإذاعتنا بتحديات ومسيرة هذه النجوم الحاضرة الساطعة في ظهيرة هذه الليلة. تنطلق الأسماء، تنطلق الشعارات، ما زالت بيان، ما زالت بيان هي المسيطرة على أرضية هذا الميدان. الحاضرة والمتواجدة والحاملة لشعار هجر الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية من يتابعها المشاقب. يا المشاقب ارتياد قادمة، ارتياد ارتياد تحضر مع المركز الثاني. بنت الفايز، بنت الفايز شقيقة الجزيرة، شقيقة خود والأسماء الكبيرة التي عرفناها أيضا من سلالة الفايز. تحضر معنا ارتياد، تحضر معنا الأسطورة الحاضرة بهذه الصورة الجميلة بهذه الانطلاقة المثيرة. على المركز الثاني لهجر الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري. لكن بوابة، بوابة على المركز الثالث من الأسماء أيضا التي بدأت بالضغط على انطلاقة ارتياد. تعود الملكية لهجر الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصلت صوقة، هذه الصوقة الغالية الثمينة تتحرك من المركز إلى مركز نحو المركز الثالث. تتحرك صوقة، تعود الملكية لهجر الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس وصلت غيوم، تقدمت غيوم، تعود الملكية لهجر الشحانية.
المشاقب المشاقب يبدو بأنه بشاقب بشاقب، لكن ارتياد 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 حضرنا الكريم، بدأت ارتياد تتسلل نحو المركز الأول، تتسلل نحو المركز المعانق لانطلاقاتها، ارتياد لا تعرف إلا المركز الأول، المركز الأول لا يعرف إلا ارتياد. هذه البطلة الحاضرة بنت الفايز، بنت الفايز لابد أن تفوز، بإنجازاتها تسير بصولاتها تجري نحو المقدمة كعروس زفت في ليلة عرسها، تحضر معنا بتحدياتها، ترقص حبا وطربا لمعانقة الناموس، ترقص حبا وطربا لتعانق جماهير هذا الشعار بأنها حاضرة بأنها متواجدة بأنها البطلة المتوجة بانطلاقتها على المركز الأول مع الحزام الأخضر وحبات الرمال، تتراقص حبا وطربا تحت أخف ارتياد اللي ترقص وحيدا على البداية بدون أي منافس بدون أي منازع. هذه ارتياد البطلة المتوجة، سلام حجن الشحانية، سلام سلام وتحية واحترام للذهبي سالم بن فاران المري. شكرا زملائي على هذه التحية لقدوم ارتياد، لاختطاف ارتياد لناموس هذا الشوط. بنت الفايز بنت الفايز شقيقة المعجزة، شقيقة يخوت، شقيقة الأسماء الكبيرة التي عرفوها أيضا عشاق هذه الرياضة. هذه ارتياد ترتدي لباس الناموس وتعانق الناموس، وخط النهاية يقف حبا وطربا لقدوم ارتياد بمعانقتها للناموس الثاني، والتبريكات والنقطة الرابعة لصالح الذهبي سالم فاران المري الثاني، والتبريكات لهجة الشحانية المركز الثاني. وصلت بيان لهجة الشحانية المركز الثالث، كان وصول من قبل ضيوف لهجة الشحانية رابعا، وصلت صوغ لهجة الشحانية خامسا، بروى لهجن الشقب. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا معكم ارتياد من فازت وتوجت بهذه الانطلاقة خاطفة ناموسي هذا الشوط، متوجة بمسيرتها محققة المركز الأول. الثالثة بكان زفوة لهجة الشحانية، والثانية للذهبي سالم بن فاران المري. لنذهب معكم وبحضراتكم مع مخرج هذا السباق إلى التوقيت الزمني وإلى لحظة قدوم وصول ارتياد بالمركز الأول. هذه هي ارتياد وتعليقها المعتاد ورقصها الجميل الشحاني. إذن هذه هي ارتياد الفائزة والمتوجة بناموس هذا الشوط، التهاني والتبريكات نزفها لهجر الشحانية. على ما يبدو بالفعل راح التوقيت، راح مع ارتياد صاحبة التوقيتات وأيضا سلالة التوقيتات سلالة الفائز. 12 دقيقة 32 23 جزء من الثانية، التهاني والتبريكات لهجن الشحانية، والتهنية للذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا ارتياد وحقق التوقيت الأفضل في شوطنا الذي انقضى قبل قليل. المركز الثاني كان الوصول مغرب البيان، 12 دقيقة 37 32 جزء من الثانية، الثاني التبريكات لهجن الشحانية، والثاني لمحمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصلت غيوف، 12 دقيقة 37 98 جزء من الثانية، الثاني والتبريكات نزفوا لهجن الشحانية، والثاني لمحمد بن خالد.